ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي المختص في الشأن الإسرائيلي دكتور عمر جعارة. صباح الخير دكتور. صباح الخيرات. يعني دكتور نبدأ من الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، يعني الأمور تتصاعد هناك يوما بعد آخر، هل نحن ذاهبون نحو حرب برية في تلك المنطقة برأيك؟ الولايات المتحدة الأمريكية ترفض ذلك وترفض التصعيد في الجبهة الشمالية، ولذلك أوستن اتصل مع وزير دفاع دولة إسرائيل فقال له إياكم التصعيد على الجبهة اللبنانية. ثم إن نتنياهو أرسل ديربر وتساح نجبي أكثر شخصيتين إسرائيليتين يثق بهما نتنياهو لأن ثقته بالكبير ضعيفة وثقته بعناصر الائتلاف الحكومي ضعيفة، ولذلك لا يثق إلا بالجنرال في الجيش ديرنر وتساح نجبي مدير مؤسسة ملال، يرسلهما للولايات المتحدة الأمريكية من أجل مناقشة الموضوع اللبناني. إذا أخذنا في الحسبان أن الحرب والسلام والتطبيع في الشرق الأوسط هو قرارا أمريكيا أولا وأخيرا، فإن الحرب في الشرق الأوسط هو قرارا أمريكيا أولا وأخيرا، سواء كان في لبنان أو في قطاع غزة أو في أي مكان آخر. الولايات المتحدة الأمريكية سمحت لإسرائيل أن تعبث في قطاع غزة ما نراه، ولم تسمح الولايات المتحدة الأمريكية لغاية الآن دولة إسرائيل أن تعبث في لبنان. نعم، ولكن دكتور يعني طمأن مسؤولون أمريكيون وفدا من كبار المسؤولين الإسرائيليين كما ذكرت باستعداد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تماما لدعم إسرائيل إذا اندلعت حرب شاملة بين دولة الاحتلال وحزب الله اللبناني، كيف تقيم هذه التصريحات؟ هذه التصريحات غير موثوقة، الموثوق والاقتباس الدقيق من الشاشة الإسرائيلية على أن أوستن وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية اتصل بجالانت وقال له لا نريد تصعيدا على الجبهة على الجبهة اللبنانية. هذا اقتباس دقيق، يعني المسؤول عن هذا الاقتباس الدقيق، وأعتقد أي واحد مختص في الشؤون الإسرائيلية ويتابع الإعلام الإسرائيلي وبالذات باللغة العبرية يدرك ما أقول. ولذلك استدعت الولايات المتحدة الأمريكية جالانت للولايات المتحدة الأمريكية من أجل التأكيد أن الموقف الأمريكي لا للتصعيد على الجبهة اللبنانية. فإذا ثبت أن هذا هو الموقف الأمريكي بالاقتباس الذي أقتبسه، فإن الحرب في لبنان ليست نزهة بالنسبة لدولة إسرائيل. ولذلك يصرخ بعض العقلاء في دولة إسرائيل يناشدون الولايات المتحدة الأمريكية بإنقاذ إسرائيل من نفسها، لأن الحرب مع حزب الله ليست مثل الحرب مع حماس، لأن الإسرائيلي يقول أن حزب الله يمتلك 10 أضعاف ما تمتلك حماس من صواريخ ومن ذخائر ومن أدوات لاستمرار القتال. وطالما أن الإسرائيلي يعتقد أن الأخ حسن نصر الله قادر للوصول إلى كريش وقادر للوصول إلى تمار وقادر للوصول إلى حيفا وما بعد حيفا، فإن دولة إسرائيل لا تهاجم قطاع لا تصعد هجماتها في الأراضي اللبنانية، علما أن الأخ حسن نصر الله في 2006 عندما قال أطاب أولمان بتدمير الضاحية الجنوبية تدميرا تاما مثل ما نشاهد الآن في لبنان في غزة، يقول الإسرائيلي على لسان الأخ حسن نصر الله لو علمت أن إسرائيل ستفعل بالضاحية الجنوبية ما فعلت لما أسرت الجنديين الإسرائيليين الداز والفايد. ومع ذلك إن الأخ حسن نصر الله واضح 100% من قدراته العسكرية ومن قدرته على أن تكون الاصطدام مع لبنان صدام تحرير وليس رد على عدوان إسرائيلي، وبخاصة فيما يتعلق في الجليل. فيقول الأخ حسن نصر الله حربنا القادمة مع دولة إسرائيل حرب تحرير وبالذات
للجليد. فإذا تدرك دولة إسرائيل أن بقدرة حزب الله أن يفعل ذلك، الجواب نعم. طب لماذا؟ دعنا من كل هذا الكلام، طب لماذا؟ لأن إيران تقف موقفا عنيفا في دعم حزب الله، واحد. اثنين، وأن إيران هي لها ثقل في سياسات الشرق الأوسط أو في الشرق، في سياسات الشرق الأوسط بالنسبة للأمريكيين. فمثلا كان موقف إيران في سقوط صدام واضح، وكان موقف إيران في التصدي لطالبان واضح، وكان موقف إيران في التصدي للقاعدة واضح. ولذلك لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تغض بصرها عن ثقل إيران فيما يتعلق بالأحداث الهامة في الشرق الأوسط. فبمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تغضب إيران في مهاجمة لبنان، ويحبذ لو كان لدينا عاصمة عربية لها ثقل في العلاقات الأمريكية مثل ثقل إيران وأمريكا. لذلك المهاجمة إيران وقرارا مهاجمة لبنان وقرارا أمريكيا قبل أن يكون قرارا إسرائيليا. لأن لا أحد يمتلك أي ثقافة، وبخاصة في أحداث الشرق الأوسط، لا يؤمن بما أقول الآن، بين قوسين الحرب والسلام والتطبيع في الشرق الأوسط قرارات أمريكية، بدليل كل التطبيع، كل اتفاقات السلام طمت على الطاولات الأمريكية، سواء كان بحديقة الوغود في واشنطن، ولا سواء كانت على الأراضي الأمريكية، ولا سواء في كامب ديفيد، ولا سواء في أي مكان آخر. الموقف الأمريكي هو الحاسم في ذلك. لذلك إذا أخذنا كل هذه المعطيات، أن دويت إسرائيل في ذهابها مع حزب الله وإدعى جلنت أنه قادر على إعادة لبنان إلى العصر الحجري، فرد عليه الأخ حسن نصر الله، ونحن سنعيد دويت إسرائيل إلى العصر الحجري، علما أنه لا يوجد بالعصر الحجري دولة اسمها لبنان، ولا بالعصر الحديدي، ولا بالعصر البرونزي. إذن دويت إسرائيل أمام الموضوع اللبناني محجمة بسبب قوة حزب الله ودعم إيران وثقة إيران في الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط. الجواب نعم، لكل هذه المعطيات لا تستطيع إسرائيل أن تهاجم لبنان إلا إذا أخذت ضوء أخضر أمريكي حقيقي. نعم، هل الجبهة الإسرائيلية الداخلية حاليا قادرة على التعامل مع حرب برية واسعة في منطقة الشمال؟ ما رأيك بذلك؟ بالتأكيد لا، وليس كلامي، وأنا ذهبنا إلى إسحاق بريك فيؤكد هذا الكلام، وكان مدير مؤسسة ملال، وهو المركز الأمني الرسمي في دولة إسرائيل الذي يتزعمه الآن أكثر شخصية مواجهة نتنياهو، وهو متساح نقبي. إذن الجبهة الداخلية لا تتحمل هجمات حزب الله؟ الجواب نعم، ولذلك نسأل الله أن يوفق الأخ حسن نصر الله وأن يوفق إيران في دعم حزب الله في بداية عملية التحرير فيما يتعلق للجليل، كما قال الأخ حسن نصر الله مرارا وتكرارا، وأن يصل إلى خليج حيفا، سواء كان عندنا طائرة الهدهد أو غير طائرة الهدهد، فإن هذا الميناء الذي قال عنه حسن نصر الله مرارا وتكرارا نحن قادرين على قصف حيفا وما بعد حيفا. فإذا قصفت حيفا وبخاصة خليج حيفا بأسلحة ثقيلة وبصواريخ ثقيلة، كما يقول الإسرائيلي إن حزب الله يمتلك أكثر من 150 ألف صاروخ ودقيقي الإصابة ومن الأوزان الثقيلة، فتدمير حيفا وخليج حيفا هذا إظهار أن دولة إسرائيل ليست دولة بأي معيار من المعايير. فإذا كان حالها مع حماس ما نشاهد، فكيف سيكون حالها مع حزب الله والذي يمتلك 10 أضعاف ما تمتلك حماس من قوة كما يقول الإسرائيلي؟ إذا نسأل الله أن يكون بداية التحرير من الجبهة اللبنانية قد ثبت في ذهنية الإسرائيلي، وقد ثبت عن قادة إسرائيل، بدليل على أن دولة إسرائيل لا تستطيع أن تذهب إلى أي حل أو إلى أي اتفاق وإلى أي موقف سياسي بدون
الغطاء الأمريكي. نعم، يعني قلت بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد توسيع المعركة بشكل أكبر في منطقة الشمال تحديدا، ولكن كيف تقيم اليوم العلاقة الأمريكية الإسرائيلية؟ هي علاقة سيئة جدا، وبخاصة عندما بث نتنياهو الشريط الأخير على أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة بتسليح إسرائيل بالقنابل الثقيلة، وهذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية كاذبة أنها توقف أو تعرقل صفقات الأسلحة الأمريكية إلى دولة إسرائيل، فبث شريط سابق واعتبره أنه لاحق أي أنه معاصر، ولذلك جن جنون كيرفي وهو الأكثر صهينة في تاريخ السياسة الأمريكية قال إن دولة إسرائيل بثت هذا الشريط أنه مخزي وأنه مربك وأنه لا معنى له، بل قال لإسرائيل نتنياهو أنت تبصق في وجه جو بايدن، أنت تبصق في وجه جو بايدن. ولذلك يقول نتنياهو في بداية طوفان الأقصى أنه الشخص الوحيد القادر على التصدي للولايات المتحدة الأمريكية، وأنه الشخص الوحيد القادر على عدم إقامة دولة فلسطينية، وأنه ليس دافيد بن غوريون الذي ينصاع إلى أيزنهاور عام 1956 عندما أمر أيزنهاور القوات الإسرائيلية بالانسحاب من شبه جزيرة سيناء بعدما قام الاحتلال الإسرائيلي باحتلالها، وبعدما أساء الجيش الإسرائيلي إلى الأسرى المصريين، وثم الانسحاب من قطاع غزة بلا قيد ولا شرط ولا مفاوضات ولا اعتراف ولا أي شيء آخر، ووضع القوات الدولية فاصلة ما بين قطاع غزة ودولة إسرائيل. ولولا جهالة النظام العربي عندما سحبت هذه القوات عام 1956 عام 1967 مما أدى إلى حرب ستة أيام حزيران الذي أدت إلى أن تقوم إسرائيل باحتلال ثلاثة أضعاف مساحتها من الأراضي العربية، سواء كانت الجولان أو الضفة الغربية أو قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، وفي أقل من ست ساعات أو في أقل من ستة أيام. إذن دولة إسرائيل لا تحارب إلا بالضوء الأفضل الأمريكي، ولا وجود لها في الشرق الأوسط إلا بالكهرباء الأمريكية، فيجب أن نفهم دولة إسرائيل فقط من خلال الثقل الأمريكي في علمته على العالم وبالذات على الشرق الأوسط. لذلك العلاقات الأمريكية الإسرائيلية متأزمة جدا، ويحملون نتنياهو مسؤولية تعكير الخطر الاستراتيجي الوحيد للأمن الإسرائيلي وهي العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. نعم دكتور، في قضية أخرى، يعني سؤال الأخير لحضرتك اليوم، كشف تسجيل جرى نشره يوم أمس أن خطة وزير مالية الاحتلال سموتريتش لتغيير الواقع في الضفة الغربية قد أحرزت تقدما ملموسا بدعم من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كما زعم الإعلام الإسرائيلي. إلى أين تتجه الأمور في الضفة الغربية برأيك في ظل هذه الخطة الإسرائيلية؟ عيون دولة إسرائيل هي الضفة الغربية وليست قطاع غزة. نعم. وكل مكان يقول إسرائيلي مدن الآباء والأجداد تبعهم هي في الضفة الغربية وليست في قطاع غزة على سبيل المثال، لأن قطاع غزة وضعها في العهد القديم وفي التناخ الإسرائيلي عند الحرذليين هي جهنم، لأنها هي التي قتلت شمشون الجبار الذي يعتبر من أكبر الشخصيات العسكرية في التناخ الإسرائيلي أي في أسفار العهد القديم. لذلك تعتبر غزة بالنسبة لهم جحيم سابقا، جواب نعم، وجحيم حاليا كمان، جواب نعم. وإسحاق رابين يتمنى أن يستيقظ والبحر يبلع غزة، لأن غزة كويب روش أي وجع راس بالنسبة لدولة إسرائيل، ولذلك عيونهم على الضفة الغربية ويريدون الضغط على الضفة الغربية من أجل هيك أنه سلاح جديد بيد الإسرائيليين من أجل إنجاز أي موقف سياسي من المقاومة في قطاع غزة. بمعنى أننا لا نستطيع أن ننجز نصرا في قطاع غزة، فننجز انتصارات في الضفة الغربية عن طريق تحكم بالمياه لمدينة الخليل على سبيل المثال، أو خصم نصف كمية المياه للخليل، وهذا التهديد قائم لأنه للأسف اتفاق أوسلو المياه الجوفية في أرض الضفة الغربية هي ملك إسرائيلي أو لجان مشتركة
ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. نعم. وطالما أن الإسرائيلي هو الأقوى فلا قيمة لهذه اللجان سواء عقدت أو لم تعقد. لذلك سموتش ستتوجه أنه يقيم 64 موقع استيطاني جديد يسلح الميليشيات الإسرائيلية في الضفة الغربية، سواء كانت لافا ولا سواء كانت فاميلي ولا سواء شباب الإضاءب، ويحرقون المدن ويحرقون القرى الفلسطينية على مرأى وعيون العالم كله. نعم دكتور، كيف يمكن مواجهة هذا الموضوع من قبل الشعب والقيادة الفلسطينية؟ لابد أن يكون السلطة الفلسطينية موقف أمام هذه الهجمات المدعومة من الجيش. كلنا شاهدنا وكل العالم شاهد كيف حرقوا حوارة وطومسعية، وكان الجيش بعيد عن 300 شخص مدرب ومنظم، ويعتبر كثيرا من كتائب الجيش وليس مستوطنين عندما قاموا بحرق، والجيش بعيد عنهم 10 أمتار وجاء لحمايتهم برغم من تسليحهم. إذا جهود إسرائيل عيونها على الضفة الغربية، الجنوب نعم، وقامت إسرائيل باعتقال 5 بحجة أنهم قاموا بحرق حوارة وحرق تغمس حية، وشاهد كل العالم بالشجرة الإسرائيلية أنهم أكثر من 300 شخص. وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بعمليات كوزمتك، أي تجميل للاحتلال الإسرائيلي، بأنها فرضت عقوبات على بعض عناصر من المستوطنين والمستستيطان كله غير شرعي أيضا حتى في اتفاق أوسلو. ومع كل هذه الاعتبارات، هذا التهديد لسموتريتش هو زي ما هو يؤجج الرأي العام العالمي إذا كان له وزنا، ويؤجج الموقف الأمريكي. والموقف الأمريكي لغاية الآن في غاية البرودة. لماذا؟ لأن جو بايدن يبصق بوجهه نتنياهو ولا يفعل شيء، كما بث شريط التسليح الذي اعتبره كيرزي هو أكثر شخصية متصهينة في الإدارة الأمريكية الحالية. نسأل الله أن يكون جو بايدن مثل أيزنهاور، ونسأل الله أن يكون جو بايدن مثل أوباما الذي جمد على الأقل الاستيطان لكمان شهور في جنة جنون دولية إسرائيل، بغير من أن أوباما أعلن أن هذا التجويد للاستيطان فيه بعض الخدائع من قبل إسرائيل، فقامت بإنشاء بعض المستوطنات هنا وهناك، وهذا ما كان يرصد في الأخبار الصناعية. إذن دولية إسرائيل الآن ما الذي يؤثر عليها؟ يؤثر عليها شيئين لا ثالث لهما، ونسأل الله أن ينضم حزب الله إلى البند الثاني من هذا التأثير. البند الأول هو تغير الموقف الأمريكي بالنسبة لدولة إسرائيل، والبند الثاني صمود المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، لأن الإسرائيلي يقول لا يمكن أن يحصل على سفر مقاومة في الضفة الغربية، ولا يمكن أن يحصل على سفر صواريخ في قطاع غزة. لذلك المقاومة الفلسطينية مستمرة بالرغم من هذه الجراح العميقة التي يصاب بها الشعب الفلسطيني على مرأى من كل دول العالم. واستطيع أن أقول الشكر كل الشكر للأخ عصام نصر الله عندما يقول لن تسقط النيران في الأراضي اللبنانية طالما النيران لم تسقط أو لم يتم وقف إطلاق النار في قطاع غزة. فإذا وقف القتال في قطاع غزة يوقف القتال في لبنان، وأسأل الله أن يتطور ذلك. إلا أن وقف إطلاق النار الذي أوقع هذا العدد الكبير من الخسائر ومن هذا التدمير أن يكون مقابله من القوة الذي يمتلكها حزب الله ضد دولة إسرائيل. وقد أكد في خطابه الأخير أنه يمتلك قدرات أكثر مما يخطر على بال الإسرائيلي، تماما مثلما لم تدرك إسرائيل قدرات حماس في التصدي لدولية إسرائيل في 7 أكتوبر. إذا نسأل الله أن يكون هناك وحدة قتالية حقيقية، لأن هذا المشروع خطر على لبنان كما هو خطر على فلسطين، وخطر على مصر كما هو خطر على فلسطين ولبنان، وخطر على العراق كما هو خطر على لبنان وفلسطين ومصر. فدولة إسرائيل هي الذي شنت كل هذه الحروب في الشرق الأوسط، وليست الأنظمة العربية التي لا تملك من أمرها شيئا. لذلك نسأل الله أن يكون الحسم قادم من رفح، ونسأل الله أن يكون الحسم قادم من الضاحية الجنوبية. نعم، المختص في الشأن الإسرائيلي دكتور عمر جعارة، شكرا لك على كل هذه المعلومات والتحليلات.